السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والعافية إن شاء الله. محاضرتنا لليوم تتناول موضوع البودي بلوت، تتناول موضوع البودي بلوت اللي هو إحنا أخذنا كيفية استجابة النظام، كيفية استجابة النظام إذا كان عندي الانبوت ستيب انبوت، إذا كان عندي رام انبوت، وقلنا إذا كان عندي ساينسويدال انبوت ناخذها بعدين، اللي هي خلينا نقول هي محاضرة اليوم. إذا كان عندي فد إشارة متذبذبة مثل ما تشوفون أمامكم هسه، هاي اليو تساوي لنا فد كونستانت رقم مضروبة في ساين، طبعا هذا الاي اللي هو كونستانت يمثل خلينا نقول هذا الارتفاع مات الإشارة. فعملية استجابة النظام لساينسويدال انبوت وعطاني او فريكوانسي ريسبونس راح تكون ايضا ساينسويدال هم مثل ما تشوفوها امامكم، لكن شنو عيني بامبليتيود مختلفه، هاي الاي راح تتغير وبزاويه مختلفه بشفت، انه هذا ده يدخل بزاويه هذا راح يكون انه مشفت بزاويه. فمحاضرتنا اليوم راح تتناول بهذا الموضوع، موضوع البودي بلوت اللي خلينا نقول الجزء الاول. والغاض من محاضرة اليوم انه شلون نعرف نرسم البود بلوت باي هاند، هذا المهم الغرض الرئيسي من محاضرة اليوم انه شلون تعرف ترسم البود بلوت باليد. بس لحظة يعني خلي اشوف التسجيل ماشي على الميث، نعم ظاهر ماشي يعني زين. هذا مثال امامكم، هذا مثال عيني امامكم، وهاي الدائره اللي تشوفوها اللي هي متكونه من مقاومه ومتسعه. الانبوت للدائره اللي هي هاي، اللي هي هاي الداله امامكم والله يعني، والاوتبوت للدائره اللي هو هذا امامكم هذا المعادله، والترانسفير فانكشن يساوي لنا الاوتبوت على الانبوت، راح تصفى لي عندي هاي الترانسفير فانكشن امامكم زين. اذا دخلت ساينسويدال انبوت اليو اوف تي، العفو على الشكل موجة ساين ويف، الاوتبوت شلون راح يصير؟ الاوتبوت شلون راح يصير؟ هذا الشكل امامكم، لو افترضنا انه بهاي الدالة اللي قبل شوية شفناها امامكم، هاي الار والسي قيمتهم واحد، راح تبقى عندي شنو من الدالة الجي ساوي 1 اوفر شنو اس زائدا واحد، واليو شنو اليو خلينا نقول ساين ويف، ومثل ما تشوفون امامكم الرسم اليو تمثل الإشارة الداخلة اللي هنا خلينا نقول الاي قيمتها واحد، تشوفون هاي هنا قيمتها واحد، الخط الازرق يذبذب بين الصفر والواحد وسالب واحد، وبذلك هاي الاشاره الداخله. الاشاره الخارجه هذا النظام راح تكون يعني باللون الاحمر، وتشوفون الفرق، هو الفرق انه ارتفاع الاشاره اللي هو خلينا نقول الاي مختلف، اللي هو خلينا نقول هذا الجين يختلف، وبالاضافه الى انه الزاويه تتشفت، يشوفون انه التذبذب الاحمر شويه زاحف عن من؟ عن تذبذب اللون الازرق. واضح يعني؟ فالريسبونس مالت النظام، طبعا الستدي ستيت ريسبونس احنا نتكلم، اليو والواي راح يكونوا بنفس التذبذب، نفس الفريكونسي، يشوفون تكرار نفسيته، هنا الاشاره الحمراء والزرقاء، الاشاره الحمراء والزرقاء نفس التكرار، فهذا نفس التذبذب، نفس الفريكونسي، سيم فريكونسي. بس شنو عندنا ديفرنت امبليتيود اللي هو هذا الارتفاع. صح له امبليتيود اون فيز، هذا صح له فيز شيفت، انهم هذا الفرق بين الاشاره الزرقاء والاشاره الحمراء اللي هي اشاره الانبوت والاوتبوت اللي هو خلينا نقول الفيز شيفت. هاي معلومه عامه عن الفريكوانسي ريسبونس. طبعا المعادله الرياضيه مالت الستدي ستيت للاوتبوت راح يصير عندنا الواي ستدي ستيت الاي الابسوليوت مات الجي اللي هو خلينا نقول الجين فاليو مضروبه في ساين الاوميجا تي زائدا هذا الفيز شيفت، هاي الزاويه الفيز شيفت، وراح نشوف بهذا المثال شلون راح تحسبها. بس احنا غرضنا انه بهاي المحاضره انه شلون ترسم بودي بلوت باي هاند. طبعا الفريكونسي هو ذا سيم، نفس المات الاوتبوت هو نفس الانبوت اللي هو الاوميجا، شوفوا هذا نفسيته. الامبليتيود هي البرودكت مات القيمه هاي الاي، وهي الترانسفير فانكشن جين، طبعا هذا يصح له الجين عند نفس الفريكوانسي، والفيز شفت انه زاويه الجي
نعوض عن كل اس جي اوميجا ونوجد الزاوية مثل ما تشوفون امامكم. طبعا هاي الجي هاي الجي لكن لما نعوض المكان كل اس جي اوميجا تسمى فريكوانسي ريسبونس فانكشن. هاي معلومة حطها بالك يعني قال لك يا باكو فريكوانسي ريسبونس فانكشن يعني يقصد بها الجي عند الجي اوميجا. زين هاي الجي ايش بيها؟ هي شنو؟ هي كومبلكس نمبر لانه طلعت بيها جي واوميجا. شوف عيني بيها جي واوميجا فور ا جيفن فريكوانسي، وبذلك راح يطلع عندك شنو امبليتيود وفيز مثل ما تذكرون بالمراحل السابقه ماخذيها بالرياضيات وحاليا طبعا بدات اخذوها بالفايبريشن هم كذلك. على كل كمثال لو كان عندي الجي هي مثل هاي ما تشوفوها امامكم واحد على اس زائد 1 واذا اعوض الجي اوميجا عن كل اس اعوض جي اوميجا راح يصير عندي هاي الداله. لما نريد اوجد لما نريد اوجد الجين مات هاي الداله الابسوليت فاليو مثل ما عرفوا بقوانين السابقه انه راح يصير 1 اوفر سكوير روت المن لهذا الجزء تربيع زائد هذا الجزء تربيع. والزاويه ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي زاويه البسط ناقص شنو؟ زاويه المقام. زاويه البسط ناقص زاويه المقام وراح تشوفوها بهذا المثال انه طلعت ماينس تان انفيرس على الاوميجا. وهذا التوضيح امامكم. طبعا هذا خلينا نقول رياضيات مال حتى مات مو بس المراحل السابقه حتى مات مراحل اعداديه. بس احنا الغرض بهاي المحاضره انه شلون ترسم بود بلوت باي هاند. شلون ترسم بود بلوت باي هاند. زين نجي الخطوه الاولى. الخطوه الاولى لو اعطاني ترانسفير فانكشن هي عباره عن شنو؟ عن قيمه كونستانت. قال لي يابا عندك ترانسفير فانكشن الجي هي عباره عن رقم هاي كي عباره عن رقم وارسم لي البود بلوت البود دي او بود دياجرام بود بلوت او بود دياجرام. فذني عيني ذني الاليمنت ذني لازم الطالب يفهمهن وحاطهن بباله وخلينا نقول حافظهن انه يابا الكونستانت شلون راح يصير رسمه البول شلون راح يصير رسمه الزيرو شلون راح يصير رسمه الدبل بول شلون راح يصير رسمه الدبل زيرو شلون راح يصير رسمه على مود ليش لما تجيك داله متكونه من بول او زيروز انت تعرف انه ذني شلون راح يكون رسمهن وراح تعرف تراكبهن على مود شنو تطلع عندك النتيجه النهائيه. ذني كانما خلينا نقول الستونز يعني خلينا نقول الطابوق اللي راح تبني به الجدار. زين اول شيء قلنا البود دياجرام اذا كان عندك الترانسفير فانكشن هي عباره عن شنو؟ عن كونستانت اللي هي امامكم هنا كي. طبعا هذا السؤال والمثال يعني قايل لك يا بقيمه الكي 10 يعني قايل لك يا ارسم لي بودي دياجرام الى ترانسفير فانكشن جي تساوي لي 10. البودي دياجرام بي جزء يعني بي جزء القيمه الماجنتيود هذا اللي هو امامكم بالاعلى وبي جزء الفيز جزء الفيز واضح يعني هاي القيمه والماجنتيود اند فيز. فدائما حط ببالك بالنسبه للكونستانت اي رقم الماجنتيود مالته هاي الابسوليت فاليو شلون نطلعها؟ هي 20 لوج هذا الرقم 20 لوج يعني هذا عندنا شنو 10 20 لوج ال 10 شو يساوي لي؟ طبعا لوغاريتمك عشري مو لوغاريتمك طبيعي. فلوج ال 10 ايش قد؟ 1 لوج ال 2 لوج ال 100 ايش قد؟ 2 لوج ال 1000 ايش قد؟ 3 واضح يعني؟ ف 20 لوج ال 10 لوج ال 10 ايش قد؟ 1 مضروب في 20 يصفي لي 20. فعندك انت حط ببالك يعني اذا كانت عندك ترانسفير فانكشن هي عباره عن كونستانت فالماجنتيود مالتها هو خط افقي ما شو بدي اشوفه يعني عند قيمه الجين مطيني اياها ايش قد؟ مطيني اياها 10 اخذ اقول 20 لوج ال 10 واشوف قد رقمه يطلع هنا طلع 20 رسمت خط افقي بال 20. اذا اعطاني رقم اخر خلينا نقول والله يعني لو قايل لي هذا الرقم 100 فانا شو اسوي؟ اقول يابا 20 لوج ال 100 لوج ال 100 ايش قد؟ 2 في 20 تطلع عندي 40 فاروح لل 40 ارسم خط افقي والله يعني. اذا اعطاني رقم اخر 1 2 5 10 اي رقم اخر يعني اقول 20 لوج هذا الرقم ايش قد يطلع عندي اروح هناك ارسم لي خط افقي. فعيني واضح شلون البود دياجرام الماجنتيود شلون نرسم البود دياجرام الماجنتيود فاليو لكونستانت جين. زين نجي عيني للفيز. للفيز اذا عدى كونستانت دائما الفيز مالته صفر فاي كونستانت تروح ترسم لي اياها بالصفر خط افقي
اذا عندك كونستانت الفيز مالته شنو؟ صفر. ترسم لي خط افقي بالصفر، طالع عيني. فساعدنا هذين لازم تحطوهن ببالكم. اذا كان عندك الترانسفير فانكشن هي عباره عن كونستانت، الماجنيتود مالته شنو؟ 20 لوج هاي القيمه، وتروح ترسم خط افقي عليها، والفيز مالته ايش قد؟ صفر، تروح ترسم لي خط بالصفر. زين، اذا كانت عندي ترانسفير فانكشن شنو هي عباره عن اس اللي هي زيرو، صح ولا ديفرنشيتر؟ واضح يعني؟ يا بقول لك يا بقى الترانسفير فانكشن مالتك هي جي تساوي لي اس، ارسم لي البودي دياجرام. واضح يعني؟ حط ببالك انه اذا انت عندك ديفرنشيتر اللي هي بس اس، يعني اس بالبسط مو بالمقام، اللي هي صح ولا زيرو، هاي عيني البودي دياجرام مالتها ايش راح يصير؟ راح يصير عندنا خط مائل. ايش قد الميلان مالته؟ الميل مالته 20 دي بي بير ديكيت. شنو 20 دي بي بير ديكيت؟ ومثل ما تشوفون الرسم مالتنا دي يصير على شكل لوغاريتمك سكيل، على ورقه لوغاريتميه. واضح عيني؟ بس هنا انا شنو؟ العشره الصفر. شنو 10 الصفر؟ يعني ايش قد قيمتها؟ اي قيمه الصفر؟ يعني قيمتها 1. هاي ايش قد؟ 2 3 4. هنا 10 ايش قد؟ اس 1 يعني هنا 10، فهنا 1، هنا 10، هنا ايش قد؟ هنا 100. تشوفون عيني هنا كل واحد يتقدم 10 اضعاف. هنا ايش قد؟ 10 سالب 1 يعني 0.1. بس 0.1 1 10 100 هذني كل منطقه، كل هاي سبيسز حول ديكيد. فاني لما عندي البودي دياجرام هو ديفرنشيتر بس اس، فارسم شنو هنا؟ شوفوا عيني تجي من الصفر، هذا الصفر وهذا شنو؟ هذا الواحد. تحط هنا خط، هنا تبدي من هالنقطه وترسم خط مائل للاعلى. ايش قد الميلان مالته؟ 20. دي تشوفون عيني هذا المقابل على المجاور، دي تشوفون هذا ارتفع، ايش قد ارتفع بالديكيد؟ هذا من هنا الديكيد، من هنا ايش قد ارتفع؟ ارتفع 20. واضح عيني؟ وبذلك الميلان مالته شنو؟ 20 للاعلى. وارسم شنو؟ خط بعد اتممه. واضح عيني؟ وبذلك الماجنتيود مالت الديفرنشيتر هو خط مائل بميلان 20 دي بي بير ديكيد. زين، الفيز انجل مالته ايش قد؟ يقولون يابا الفيز مالت انجل مالته 90. تروح هناك على 90، شوف هنا ايش قد الدرجه الزاويه، تروح لل 90 بالموجب. طبعا ها بالموجب ترسم خط افقي، بال 90 ترسم خط افقي. واضح يعني؟ بس عرفنا شلون نرسم الماجنتيود والفيز مالت الديفرنشيتر. يعني بس الماجنتيود مال والفيز مال الديفرنشيتر، الماجنتيود مالته شنو؟ خط مائل للاعلى بميلان 20 موجب 20 دي بي، طبعا هاي ديسيبل لكل ديكيد، والزاويه مالت الفيز مالته 90. واضح عيني؟ زين، هم اكو سؤال استفسار؟ زين، اذا كان عندي انتجريتر اللي هو امامكم، اللي هو الداله الجي تساوي لي 1 اوفر اس، الجي تساوي لي 1 اوفر اس. واضح عيني؟ 1 اوفر اس اللي هو خلينا نقول بول عندي. فالبول عكس الزيرو، البول شو يساوي؟ شو يعطيني؟ انه بالماجنتيود راح يصير خط مائل للاسفل اللي هي خلينا نقول سالب 20 دي بي بير ديكيت. تجي هنا ساعه 10 الصفر، تجي هاي النقطه هنا الصفر، ترسم لي خط مائل للاسفل. ايش قد ينزل كل ديكيد؟ هاي من هنا شوف ايش قد نزل، عيني سالب 20 نزل من هنا لهنا بهذا الديكيد. ايش قد هاي المسافه نزل؟ سالب 20. الزاويه مالته ايش قد؟ سالب 90. تروح لل 90 للسالب 90 ترسم خط افقي. ترسم خط افقي وين؟ بالسالب 90. ترسم لي خط افقي بالسالب 90. واضح عيني؟ بس عندنا شنو؟ الديفرنشيتر هذا شنو كان؟ مائل للاعلى ب 20 دي بي بير ديكيد. والفيز مالته ايش قد؟ كانت موجب 90. بالنسبه للانتجريتر شنو؟ هذا مائل للاسفل ايش قد؟ بسالب 20 بير ديكيد. والفيز مالته ايش قد؟ سالب 90. زين، اذا كان عندي دبل شنو؟ دبل انتجريتر. تشوفون دبل انتجريتر الترانسفير فانكشن مالته شنو؟ الجي تساوي 1 اوفر اس سكوير. 1 اوفر اس سكوير نفس هذا السابق، عيني نفس هذا السابق، بس شنو هنا الخط شنو هنا؟ ما كان بسالب 20 دي بي بير ديكيد، هنا راح يصير شنو؟ سالب 40 دي بي بير ديكيد. جينا هنا لهي 10 الصفر، وهاي ايش قد؟ هذا صفر. ترسم لي هنا ايش قد؟
خط ما للاسفل ب 40 بير ديكيد. شوف هذا الديكيد ايش قد نزل، نزل هاي المسافه، هاي المسافه ايش قد اشوفوها عيني تقريبا سالب 40. زين الزاويه مالت الفيز ايش قد، ذاك السنجل شانل فيز مالت ايش قد سالب 90، هنا ايش قد سالب 180 يعني سالب 180 تشوفون سالب 180. هذا ينزل ايش قد بميلان سالب 40 دي بي بير ديكيد، وهنا ايش قد سالب 180 سالب 180. طبعا اذا كان عندي ترانسفير فاكشن شبيهه خلينا نقول دبل ديفرنشيتر، خلينا نقول اس سكوير بالبوست، ايش راح يصير عندي؟ يعني مين يجاوبني؟ اذا كان عندي شنو الداله هي اس سكوير شنو بالبوست، فايش راح يصير عيني؟ راح يصير بالمقلوب، انه هذا يرتفع، يرتفع شنو؟ هذا يرتفع بميلان للاعلى موجب 40 دي بي بير ديكيد، وهذا شنو راح يصير الزاويه مالته؟ موجب 180. واضح يعني موجب 180. زين هسه خلينا نقول نجي الاول، خلينا نقول مثال اللي هو خلينا نقول في صلب الموضوع، بدنا نجي كلهم خلينا نقول خلينا نقول الطابوق اللي خلينا نقول تستخدمه لبناء الجدار. زين هسه الواقع الفعلي، الواقع الفعلي راح يجيك سؤال، راح يجيك سؤال مثل ما تشوفون امامكم بهذا المثال، داله الجي تساوي لنا 10 على اس، الجي تساوي لي شنو 10 على اس، يقول لك يابا ارسم لي شنو، ارسم لي البود دياجرام او بود بلوت مالته. واضح يعني؟ فانت شو تسوي؟ تروح تفصل هاي الداله الى مفرداتها. هاي الداله شيء عباره عن شنو؟ عباره عن كونستانت رقم 10، هذا كونستانت رقم 10 مضروبه ب 1 اوفر اس. واضح يعني؟ بانتجريتر واحد 1 اوفر اس. فتقول يابا انا اذا ارسم هذا الجزء واجمعه ويا هذا الجزء راح تطلع عندي هذا الجزء. فنجي انت تعرف شنو؟ تعرف شلون ترسم الكونستانت. قلنا يابا الكونستانت لو نرجع للاعلى هذا الكونستانت. شلون كنا نرسم الكونستانت؟ قلنا يابا القيمه مالته شنو؟ 20 لوج هذا الكونستانت. واضح يعني؟ بس هنا ايش عندي؟ عندي 10، 20 لوج ال 10 عندي شنو؟ 20 تطلع عندي. فارسم شنو؟ خط افقي، خط افقي بال 20، هذا خط افقي، هذا الازرق اللي تشوفه عيني، خط افقي بال 20. هذا يمثل لي شنو؟ الماجنتيود فاليو المن الهاي الداله اللي قيمتها 10. زين الفيز مالته ايش قد؟ الفيز مالته هو بالصفر، تروح ترسم لي خط بالصفر، هذا الفيز هنا طبعا هذا الماجنتيود بلوت وهذا الفيز بلوت، تروح بالصفر ترسم لي خط افقي، بالصفر ترسم لي خط افقي، واللي هو هذا اللي تشوفون عيني هنا، قلنا يابا الماجنتيود شنو؟ خط افقي عنده قيمه اللي هي 20 لوج هاي ال 10، والفيز مالته شنو؟ صفر. زين هسه انا رسمت هاي اول جزء اول فانكشن. زين الفانكشن الثاني 1 اوفر اس، 1 اوفر اس ارجع لي 1 اوفر هذا هذا الانتجريتر 1 اوفر اس، قلنا شنو؟ قلنا يابا ينزل بسالب 20 بير ديكيد، ينزل بسالب 20، ارسم لي خط ارسم بسالب 20 بير ديكيد، والزاويه مالته ايش قد؟ سالب 90. هاي الزاويه سالب 90. اجي لهنا اروح للواحد، هذا الواحد عيني وهذا صفر، ارسم خط ينزل شنو؟ بسالب 20 بير ديكيد. واضح عيني؟ طبعا هنا المفروض كله سكيل عندك عيني، ورقه مخططه على مود تعرف هذا ايش قد ينزل بير ديكيد. واضح عيني؟ والورقه لازم تكون لوغاريتمك، فهذا هنا انا هنا مسوي للتوضيح فقط. واضح عيني؟ زين ارسم هذا الخط اللي تشوفوا امامكم ما يمر بالواحد يعني، وهو شنو؟ بسالب 20 ينزل، ارسمه خط يمر بالواحد بسالب 20 بير ديكيد. زين الفيز مالته ايش قد الفيز؟ تعال الفيز ايش قد؟ سالب 90. تروح للسالب 90، هذا السالب 90، ترسم لي هذا الخط اللي تشوفه الاخضر اللي هو ساين. واضح يعني؟ بالسالب 90 ترسم لي شنو؟ ترسم لي هذا الخط. هسه انا هل عندي بعد داله اخرى على مود اكمل هاي الداله مالتي؟ لا، عندي هاي الداله هي من جزئين، يعني هذا الجزء وهذا الجزء، ورسمت شنو؟ الماجنتيود والفيز لهذا الجزء، والماجنتيود والفيز مالت هذا الجزء. هسه شو اسوي؟ بس اجمعهم يعني، بس اجمعهم على مود تطلع عندي المحصله النهائيه. شلون الجمع؟ الجمع عيني يعني كانما كل نقطه تضيفها ونقص، هاي النقطه مش قد، شوف هاي المسافه ايش قد ارتفاعها، وتضيف لها هاي النقطه، فيصير هاي النقطه زائد هاي النقطه تطلع عندك وين هاي النقطه. فهذا الكيرف، هذا الكيرف الازرق تضيف له شنو؟ تضيف له هذا الكيرف، او بالعكس، او هذا الكيرف خلينا نقول هذا الكيرف اللي هو خلينا نقول الاخضر، تضيف له ايش قد؟ تضيف له هذا الكيرف شنو؟ قيمه هذا الكيرف اللي هو خلينا نقول الازرق. فراح يزحف عندك هذا الكيرف عيني الاخضر، راح يصعد للاعلى، راح يصعد للاعلى بهالشكل اللي تشوفه امامكم، والنتيجه المحصله النهائيه الاحمر. الماجنتيود
بلوت مات البود بلوت الماجنيتيود هاي الدالة راح يصير عندك هاي النتيجة الخط الأحمر. زين بالفيز هم تجي هنا عندك شنو؟ عندك خط بالصفر وخط بالسالب 90، اجمعهم راح يطلع شنو النتيجة؟ خط بالسالب 90 راح يطلع خط أفقي بالسالب 90. فإذا ذن الخطوط هذا الأحمر هنا بالماجنيتيود وهنا الخط الأحمر اللي هو خلينا نقول وين بالفيز يمثل لي البود بلوت إلى هذه الدالة، يمثل لي البود بلوت إلى هذه الدالة. واضح عين شباب؟ هم أكو سؤال استفسار أعيد إذا أكو واحد ما فاهم أعيد عيني. زين نجي نتقدم خطوة أخرى. لو كان عندي مثال آخر، ده شوفون هاي الدالة أمامكم. الدالة عيني تتكون من كونستانت اللي هو بوينت واحد على شنو؟ على S. نفس الخطوة السابقة يعني شنو نسوي؟ أجزئها. الجزء الأول هو شنو؟ كونستانت بوينت واحد، والثاني شنو؟ 1 over S. وروح لهذا الكونستانت أرسم له ماجنيتيود وفيز. الماجنيتيود إيش قد مات؟ راح أصير 20 لوج البوينت واحد. لوج البوينت واحد اللوج العشر إيش قد يساوي؟ يساوي سالب واحد. فعشرين في سالب واحد يطلع عندي سالب 20. تشوفون عيني؟ أروح أرسم خط أفقي بالسالب 20. رسمت خط أفقي بالسالب 20. فيز مات إيش قد؟ صفر. أروح أرسم خط أفقي بالصفر. زين هاي الدالة شنو؟ هم راح أصير عندي شنو؟ إنتجريتر. فراح أصير عندي بالواحد أرسم شنو؟ أرسم خط مائل للأسفل ميلان جد سالب 20 per decade، والفيز مات جد بالسالب 90. هذا الخط الأخضر بالسالب 90. وراح أجمعهم بعدين، أجمع هذا الخط الأخضر وهذا الخط الأزرق يطلع عندي الخط الأحمر. تشوفون بس هذا شلون جمع؟ كأنما هذا الخط الأخضر زحف للأسفل بهاي القيمة، قيمة الخط الأزرق، وبذلك راح يصير عندك هذا الخط. وهنا أنا الصفر ويا السالب 90 تبقى عندك سالب 90. طبعاً العملية واضحة ولطيفة وسهلة، بس يراد لها أنه تعرف المفردات شلون ترتبها. زين نأخذ مثال آخر، هو أعم. لو أعطاني transfer function هاي اللي شوفوها أمامكم الـ H، شو تساوي لي؟ تساوي لي 100 على S زائد 30. قال لي يابا أرسم لي البود دياغرام، أرسم البود دياغرام أو بود بلوت لهاي الدالة. هنا أكو خطوة مهمة جداً. دائما لما تجيك دالة عيني وبيها هيك ارقام، فتحاول تكتبها عيني بهالشكل. شلون تكتبها بهالشكل؟ انه انت هذا الـ S، هذا الـ S زائد 30، حاول تكتبه شنو؟ على S زائد 30. شلون تحول على S زائد 30؟ طبعا تضرب الـ S في 30 تقسم على 30 وتطلع 30 عامل مشترك مثل ما تشوفون امامكم. فهنا هذا الكونستانت راح يقسم على هاي 30، راح تبقى عندي 3.3 1 over S على 30 زائد 1. وطبعا هسه شو راح نشوفها، راح نشوف ليش احنا دا نسوي هيك. بس هاي الداله، ايش عندي؟ داله شبيهه ايش عندي؟ بيها شنو؟ بيها كونستانت قيمته ايش قاعده؟ 3.3. قاعد اقول لك يابا عندنا شنو؟ تو كومبوننت لهاي ترانسفير فانكشن. اول شيء كونستانت قيمته 3.3، هذا اللي شنو؟ راح اضربه في 20 لوج 3.3. واضح يعني؟ وعندي شنو؟ عندي بول. البول مين يبدي؟ راح يبدي من ال 30. هاي ال 30 شنو راح تمثل؟ الفريكونسي. هاي ال 30، هاي العمليه انا سويتها هيك، قسمت الاس على 30 على مود تعرف انه عندك بول يبدي وين؟ يبدي بال 30. شلون يبدي بال 30؟ هسه اراك شلون راح يبدي بال 30. زين نجي لهنا. انا ايش عندي اول خطوه؟ عندي كونستانت. والله عادي عندي كونستانت قد قيمته 3.3. لو اخذ 20 لوج 3.3 تطلع تقريبا عندي 10 دي بي. فالقيمه مالته شنو؟ قلنا شنو؟ تروح هاي قد 10 دي بي، تروح لل 10 دي بي ترسم لي خط افقي. الخط الافقي وين؟ تشوفون هذا الاخضر، الخط الاخضر هو هذا الخط الافقي. طبعا عيني طلابنا لما تردون ترسمون الاليمنت، مو الرسم النهائي، الاليمنت هاي خلينا نقول مالت الكونستانت ومالت البول، رسمون بخط منقط. بالاخير الجمع مالتهم شنو؟ طوخوه خلينا نقول بخط خلينا نقول سميك وواضح. مثل ما تشوفون عندكم هذا السؤال، الاليمنت هنا بخط افقي خطوط منقطه، النتيجه مسويها بهذا الخط الوردي السميك. تشوفوا هذا الخط الوردي السميك لما يجمعهن يرسمها بخط السميك واضح. زين هسه احنا نرجع عندنا هاي الترانسفير فانكشن بيها شنو؟ بيها جزئين.
الجزء الاول شنو كونستانت اللي قد قيمته 3.3، قلنا يابا 20 لوج 3.3 يطلع 10 دي بي، فاروح ارسم خط افقي منقط بال10 دي بي. طبعا هاي 0 وهاي 20 هاي تقريبا 10، ارسم خط افقي منقط. شوفوا هذا الاخضر خط افقي منقط، زين الزاويه مالته ايش قد الفيس بالصفر، اروح هذا الصفر ارسم خط افقي منقط بالصفر. هاي خلصت من خلصت من الكونستانت، زين. النقطة الثانية عندي بول يبدأ بال30، هنا النقطة المهمة اللي يجب انتباه لها. احنا بعد شوفون هذا البول، هذا البول يسحوله يبدأ بال30. شنو يبدأ بال30؟ انه انا اول شيء البول شنو عندي البول قلنا ينزل ينزلني، لو ترجعون وين هذا عين البول، حتى هذا المثال قلنا البول شنو ينزلني بخط ب20 ميل سالب 20 للأسفل، سالب 20 فرديكيد للأسفل، زين. أنا هنا أنا عدي البول ماتي يبدي ويبدي وين بال30، فأنا شو أسوي؟ أرسم خط أفقي منقط، ده يشوفون هذا، هذا ده يشوفون عيني خط أفقي منقط بالصفر لما أوصل لل30، واضح عيني؟ هاي 10 أس 1 يعني شقد 10، هاي 20، هاي 30، هاي 40، هاي 10 2 100، فال30 وين؟ هاي ال30 عيني. فأني أرسم خط أفقي منقط للثلاثين، أوصل للثلاثين وأقول يا بعدي بول بالثلاثين، فأنزل بزاوية بميلان جقد سالب 20 per decade. واضحة يعني شلون رسمت البول هذا اللي يبدأ عدي بالثلاثين؟ قل ما هنالك أنه أنا لما صار عدي هنا رقم، فهذا البول مو يروح من هنا إلى أنفينيتي، من هنا إلى أنفينيتي، لا، أنه أنا أمشي بالصفر أوصل للثلاثين لأنه هو يبدأ بالثلاثين، وانزل بخط ميلان سالب 20 بير ديكيد من 30، واضح عيني؟ زين هسه شو اسوي؟ هل عندي بعد جزء اخر؟ لا، عندي هو هذا الكونستانت وهذا الخط اللي هو شنو مات هذا البول اللي امامكم اللي يبدا بال30، العفو. زين شو اسوي؟ اجمعهم، بس اجمعهم كانما هذا الخط لما اجمعه ويا هذا الخط، شوفوا المناط الاخضر، فهذا شنو راح يصعد لفوق، فهذا راح يصعد ل10، فهذا راح يصير يعني النتيجه المحصله النهائيه هذا الخط الوردي اللي تشوفوه، راح يصير عندي الخط افقي يوصل لل30، بال30 شنو عيني؟ هذا الخط اجمعه ويا هذا، فهسه بال30 شنو؟ كانما هذا انه من هنا بدا ينزل بزاويه ميلان الجد سالب 20 برديكيت، كانما عيني نفس هذا الخط، انا ايش سويت؟ ضفت له هاي الكميه اللي هي خلينا نقول هذا الخط الافقي، فزحف للاعلى، هذا الخط زحف للاعلى، هاي النقطه زحفت لهنا، هاي النقطه زحفت لهنا، هاي النقطه هم كذلك زحفت لهنا، ليه ضفت لها هاي الكميه؟ هاي الكميه ما تكون سهله، ضفت لها اياها. طب واضحه وسهله عيني وبسيطه. زين. هاي بالنسبه للماجنتيود بلود، هذا الماجنتيود بلود، زين الفيز شلون؟ الفيز بالنسبه للكونستانت قلنا شنو؟ هنا أنا خط بالصفر. زين بالنسبه للبول ايش قد؟ بالنسبه للبول لو ترجعون من البول، هذا البول هنا نزل لي بالماجنتيود شنو؟ خط بسالب 20 للاسفل، سالب 20 دي بي بير ديجيت. زين الفيز مالته شنو؟ سالب 90، اعطاني سالب 90. زين لما انا عندي بول يبدا وين؟ بال30، شلون راح ارسمه؟ يقول عيني انت تجي لل30، هاي 10 20 30، هاي 30، مو هنا بدا البول، فانت تجر خط وهمي عمودي توصل لهنا عيني، واضح يعني؟ فالبول ينزل لي ايش قد؟ ينزل لي سالب 90، فقبل بديكيت و10 بديكيت وزع هاي سالب 90 شنو؟ قبل بديكيت و10 بديكيت، فقبل بديكيت ينزل 45، شوف هسه هنا هذا كان وين؟ بالصفر، فقبل هاي ال 30 بديكيت من الثلاثه هنا من الثلاثه نزل ايش قد؟ صفر هنا واحد، هاي اثنين، هاي ثلاثه، من الثلاثه ايش قد؟ نزل لوين؟ لهنا ايش قد؟ 45، جاي 45، ورا هم نزل 45، هم نزل مش قد 45، فالمحصله مالته ايش قد النزول مالته؟ سالب 90، تشوفون النتيجه النهائيه سالب 90. وبذلك انا شنو عندي فيز هذا الخط الاخضر تشوفوه اللي هي خلينا نقول الفيز مالت من؟ مالت الكونستانت، وهذا خلينا نقول الخط هنا منقط طبعا صاير اسفل الخطوط كلها، يعني اللي هو خلينا نقول من الثلاثين قبلها ب 10 ديكيد نزل 45، وراها ايش قد نزل ب 45؟ مشى هنا خط افقي وهنا خط افقي، اجمعهم طبعا هذا صفر ما له تاثير، فيبقى هو نفسيته هذا يعني اللي هو يبدي بالصفر
يوصل للثلاثة اللي هو هذا الديكيد مات الثلاثين، إن أنا ثلاثين قبلها بديكيد صار ثلاثة، فمن الثلاثين ينزل للثلاثين إيش قيد 45، هدر من الثلاثين المن هنا أنا خلينا نقول للثلاثمية اللي هم ديكيد مات الثلاثين اللي الديكيد بعد الثلاثين العفو، فيصير عين إيش قد نزوله نزل سالب 90 إلى خلال 2 ديكيد، واضح يعني؟ وبعدين استمر أفقي لأنه بعد انتهى هنا التأثير، واضح يعني؟ هم أكو سؤال استفسار؟ زين نأخذ مثال آخر، نأخذ مثال آخر لتشوفون، هذا مثال آخر عيني، هذا مثال أمامكم إنه يابا الترانسفير فاكشن مالتنا بهالشكل، واحد على S مضروبة في 2 S زائد 1، فأنا شو سوى عيني؟ رأساً أفصخ أقول يابا هاي ترانسفير فاكشن مالتي أقدر أكتبها على شكل 2 ترانسفير فاكشن، أول جزء هذا وثاني جزء هذا اللي هو لو أضربه تطلع نفسها. زين قلنا هذا البول شكتبه المفروض على شكل رقم أسفل الأس، بس عيني هاي الأس 2 أس هي كأنما أس على نصف، مو عيني أس على نصف، فأس على نصف هو طبعا 2 أس، فإذا هو أس على نصف فعندي بول يبدي من النصف، فأنا شو راح أسوي؟ أروح أرسم خط أفقي يبدأ من النص، العفو خط مائل للأسفل بزاوية 20 دي بي لكل برديكيد تبدأ من النصف، فأرسم هذا الخط الأفقي اللي أشوفه عيني أرسمه أوصل للنصف وأنزل شنو بميلان سالب 20 للأسفل، واضح عيني سالب 20 للأسفل. زين هذا بالنسبة للمغنيتيود مات هاي الزاوية، الفيز مالها ايش قد قلنا هم ينزل شنو 90 بس شنو 45 قبله و45 بعده، فانا شو اسوي اجرى خط وهمي عمودي لهذا النصف وصل لهنا، فقبل هاي الديكيد قطع هنا، فمننا لهنا ايش قد نزل 45، ومننا لهنا وراها بديكيد ايش قد هم نزل 45، وبعدين شنو ارسم خط افقي، فهذا الفيز مات منه مات هاي الزاويه، فهذا الماجنيتيود الخط الازرق وهذا الخط شنو الازرق هنا اللي هو هنقول الفيز انجل مالته اللي ينزل من صفر الى سالب 90. زين بالنسبه للفانكشن الثانيه اللي هي 1 اوفر اس، هاي شنو ما بيها خلينا نقول فريكونسي، فلذلك تبدا من الواحد تجي للواحد هنا ترسم شنو خط افقي خط العفو مائل الاسفل ب 20 دي بي بر ديكيد ارسمه واضح عيني، والفيز انجل مالته اروح لل 90 اروح للسالب 90 طبعا ارسم شنو خط افقي. زين المحصلة النهائية شنو أجمعها؟ بس أجمعها عندنا أجمع الخط الأزرق هنا والخط الأخضر كأنما أنه هذا نفسيته هنا إيش راح يصير عندي؟ دي يشوفون عيني هنا أنا عندي خط أفقي بالصفر وعندي شنو خط هنا مائل دي ينزل، فمجموع شنو طبعا هنا الصفر ما له أهمية، فالمحصلة نتيجته أنه نفس هذا الخط الأحمر راح يصير شنو تقريبا على الخط الاخضر، فترسم خط مائل سالب 20 الى ان توصل للنصف، لما توصل للنصف ايش عندك؟ عندك هذا الخط الازرق بدا ينزل شنو بسالب 20 وانت اوريدي شنو بدا تنزل بسالب 20، الخط الاخضر ايش بيه؟ بدا ينزل بسالب 20 والخط الازرق بدا شنو بسالب 20، فسالب 20 ويا سالب 20 ايش راح يصير عندك؟ راح يصير عندك سالب 40، فالخط مالتك راح ينزل شنو بميلان سالب 40 للاسفل عيني. والله يعني نتيجة هذا تراكم، فالخط راح يصير عندك شنو؟ ده ينزل بسالب 40 للأسفل. خب واضحة هاي ما بيها إشكال. زين تجي تجمع لي هاي الخطوط هنا بالنسبة للفيز. عندك خط بسالب 90 وخط شنو؟ وخط يبدي هنا بالصفر وينزل من هنا من هذا الديكيد إلى هذا الديكيد، يعني 2 ديكيد. واحد قبل النص، ديكيد قبل النص، وديكيد وين بعد النص. اللي هو شنو ينزل 90 وبعدين يبقى افقي، واجمع ويا هذا الخط كله شنو سالب 90، كانما ازحف هذا الخط كله ازحف الاسفل شنو سالب 90، فاجيبه انا كله نفسي ارسمه من سالب 90 بدل ما كان مرسوم من الصفر ومستمر، فاجيبه كله ازحفه من السالب 90 وارسمه، فهنا راح يصعد ينتهي وين؟ يبدي بالسالب 90 وينتهي ايش قد؟ سالب 180. اعتقد واضحه وسهله ولطيفه. زين لو كان عندي سؤال اخر مثل ما تشوفوا امامكم عيني،
سؤال آخر مثل ما تشوفوا أمامكم، وكان عندي transfer function هي أمامكم هاي اللي هنا، خلينا نقول 10 في S زائد 1 مقسومة على S زائد 10. هاي الدالة بإمكان كتابتها على شكل دالتين مثل ما موضح أمامكم، S زائد 1 اللي هو هذا الجزء اللي هو بالبسط، وهذا شنو قسمناه اللي خلينا نقول مقام المقام، واضح يعني مقام المقام، فهنا صار شنو S على 10 فصير 0.1، وهنا العشرة على 10 صارت 1، فنقدر نكتبها بهذا الشكل 1 على 0.1 في الS زائدا شنو زائدا 1، واضح يعني. ف زين مثل ما سوينا بالخطوات السابقه، بس لحظه خلينا نشوف انا حاط الطلاب على الطلب. بعض الطلاب يعني دي يقولون مدى تطلع لهم الموافقة، على كل عيني. بالنسبة لهذا السؤال مثل ما سوينا عيني للسؤال السابق، مثل ما سوينا لهذا بالسؤال السابق، فنجي نرسم الماجنيتيود فاليو المن الهاي لهذا الجزء، وبعدين نرسم الفيز، وهدر نرسم الماجنيتيود والفيز لهذا الجزء. زين الماجنيتيود لهذا الجزء شلون راح يصير؟ عندك S بالواحد، طبعا هنا S على واحد تقدر تعتبرها، فعندك شنو زيرو زيرو اللي هو ديفرنشياتر خلينا نقول يبدأ بالواحد، فأنت ترسم خط على الصفر، هذا الخط الأزرق اللي تشوفوه أمامكم، فبالواحد شنو يرتفع عندي بميلان شقد موجب 20 للأعلى، ميلان موجب 20 للأعلى، واضح يعني ميلان موجب 20 للأعلى. زين بس لحظة يعني خلي أشوف أكو طالب
والله أكبر، يعني مشكلة. الظاهر أكو مشكلة يعني بالاتصال.
والله يعني فنكمل نكمل يعني هذا السؤال، هذا السؤال يعني نكمل. عندنا هذا الدالة، هاي الدالة جزئناها إلى جزئين، الجزء الأول هذا اللي أمامكم والجزء الثاني هذا اللي أمامكم. والجزء الأول قلنا شنو؟ الجزء الأول قلنا أنه يتكون من ديفرنشيتر يبدأ عند الواحد، فنفس الخط أفقي بالصفر إلى أن الواحد يرتفع شنو؟ بعشرين per decade. واضح يعني؟ من تمشي بالصفر وتصعد شنو للواحد. واضح يعني؟ بالنسبة لل خلينا نقول الفيز، الفيز شلون الفيز يعني؟ قلنا الفيز هذا شنو؟ هذا يصعد بتسعين، هذا يصعد بتسعين. فتجي شوي شلون تصعد 90 تروح للواحد، هذا الواحد خط رسم خط خلينا نقول وهمي. فقبله شنو؟ قبله يصعد ب 45 ووراه يصعد قد ب 45. فتجي هنا هذا الخط الازرق ده تشوفه يبدي بالصفر، هدول يصعد ب 45 قبل الواحد بديكيد طبعا ماشي يعني، يعني البوينت واحد بشوف البوينت واحد صعد شقد ب 45، هالدور من الواحد للعشرة هم ديكيد وراه صعد شقد ب 45، فصار شقد صعوده 90، وترسم خط تكمل افقيا، وتكمل افقيا يعني. واضح يعني؟ زين. زين هذا بالنسبه لهذا الجزء. الجزء الثاني اذا تشوفون هذا امامكم شنو عندنا هنا، يبدا عندنا راح يصير عندنا نفس طبعا المقلوب هذا شنو بس كان شنو زيرو هنا شنو بول، عندي بول يبدا من البوينت واحد، بول شنو يبدا ايش قد العفو هنا طبعا قلنا شنو هذا البوينت واحد كانما ايش قد واحد على عشرة، كانما واحد على عشرة. عندي شنو؟ عندي بول يبدأ من من؟ من العشرة. واضح يعني؟ ف من العشرة قلنا هذا البوينت واحد هو عبارة عن شنو واحد على عشرة، فعدي شنو؟ عدي بول يبدأ من العشرة، فأرسم عيني خط أفقي وين بالعشرة، وبالعشرة أنزل بي شنو بميلان شقد سالب سالب عشرين يعني ينزل عدي سالب عشرين. زين بالنسبة للزاوية شقد أروح للعشرة، قلنا شنو قبلها بديكيد وراها بديكيد ينزل شقد 90، فهاي العشرة توصل هنا قبلها شقد بديكيد هو بالواحد، فمن الواحد ينزل شقد 45، من الصفر نزل شقد تشوف هاي الصفر نزل شقد 45. زين ورا العشرة يعني للمية يعني، فشقد نزل هم 45، فصار مجموع نزول شقد 90، فاجي انزل الخط افقي هنا هدر الواحد ينزل شقد 90. زين شو اسوي هسه؟ اجمع انا لما نحصل النتيجه النهائيه، اجي لهنا ذني خط الازرق والخط الاخضر بيشوفوهن منا لهنا شنو كلهم بالصفر، فالخط الاحمر هم يبقوا بالصفر، محاصره المجموعه بالصفر. يمشي 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 وصل للواحد. زين وصل للواحد عندنا شنو؟ الخط الازرق ضاف لي اضافه، ضاف لي اضافه يعني. واضح يعني؟ الخط الازرق ضاف لي اضافه، ضاف لي اضافه يعني شنو ضاف لي اضافه؟ بالواحد صعد ايش قد؟ ب 20، فانا شو اسوي؟ الخط الاحمر راح يصعد شنو؟ ب 20. زين صعد 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 وهذا شنو؟ هذا صفر ما قاعد يضيف لي شيء، بس هذا ضاف لي اضافه الصعود، صعد وصلت لوين؟ للعشره. بالعشره ايش صارت؟ صارت عندي نزول ب 20، بس هذا بده يصعد ب 20 وهذا النزول ب 20، فواحد يلغي الثاني. ولذلك بالعشره شنو صارت النتيجه المحصله؟ خط افقي، خط افقي.
لانه هذا دا يصعد ب 20 وهذا ينزل ب 20 فواحد يضل الثاني فصار عندي هنا شنو خط افق. وبذلك عيني حبايب المحصله مات الماجنتيود راح يصير عندي هذا الخط الاحمر، الخط الاحمر اللي هو خط من خط افقي يقدر يصعد من 1 ل 10 ب 20 برديكيد هذا شنو يستمر افقي. زين هنا انا شلون اجمعهم؟ تعال خلينا نجمع هنا انا شنو الخط الازرق والاخضر شنو بصفر، فيمشي وين عيني بالصفر واضح عيني يوصل لهنا. منو عندي الاضافه؟ الاضافه هسه هذا الخط الاخضر بعد صفر ما ضايف لي شيء، هنا شنو ضاف لي الصعود؟ الخط الازرق ضاف لي صعود فصعد عندي الخط الاحمر، صعد 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 وصل لهنا. زين لما وصل لهنا هذا الريت مات الصعود مات مو هم 45 برديكيت وهذا هم نزل 45 برديكيت، فهذا الصعود مات يلغي هذا، فشنو راسا صار افقي الخط الاحمر نتيجه انه هذا دي يصعد وهذا دي ينزل. مشى 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 وصل لهنا انا وقف صعود هذا، بس هذا شبيه ظل ينزل وهذا شنو ثبت، هذا شبيه ظل ينزل، فانا ايش سوى؟ الاحمر هم ظل ينزل ظل ينزل الى ان وصل لوين؟ لهنا انا يعني هسه الدور تجمع لي هالدور البقيه هذا وهذا محصله مالته ايش قد؟ هذا 90 وهذا ايش قد؟ سالب 90 محصلته الصفر فيبقى عندي. فالنتيجه شنو عيني؟ هذا الخط الاحمر، هذا الخط الاحمر. واذا اكو عندكم اشكال عيني بالجمع هم تني اعطوني خبر نرتب خلينا نقول جلسه ثانيه اخرى يعني. زين احنا لو بدنا نوصل لل خلينا نقول للترانسفير فانكشن المعقده اللي هي امامكم يعني احيانا يجيب لي ترانسفير فانكشن بهالشكل هذا يشوفوه بهالشكل او بهالشكل، فانا شو اسوي يعني المفروض ما ارتبك يعني اروح شو اسوي اروح ارتبها بهالشكل اللي شوفوا عيني ارتبها بهالشكل. دائما اخلي كل اس اخليها شنو مقسومه على رقم، هنا انا اس مقسوم يعني شو اسوي هنا انا اس زائد واحد وذلك هنا شنو يعني هنا ما عندي مشكله فيبقى زائد واحد. هنا أنا المشكله عندي هنا اس زائد 100 هنا اس زائد 10 فايش اسوي هنا اضرب الاس في 10 واقسم على 10 واسحب ال 10 هنا اضرب في 100 واقسم على 100 واسحب ال 100 فاضربهن واسحبتهن طبعا هنا طلعت عندي 10 في 100 صار عندي 1000 100 على 1000 تطلع بوينت 1 وبذلك عندي شوف كم جزء بهاي ترانسفير فانكشن الجزء هنا هذا شنو بول هنا بول وهذا زيرو وهذا كونستانت فعندي اربع اجزاء عندي كونستانت قد قيمته بوينت 1 عندي بول عندما الاس 10 هذا الاس وعندي بول عند الاس 100 هذا بول اس 100 وعندي زيرو عندما الاس 1 هذا زيرو عندي اس 1 فلذلك ذني وحده وحده اجي ارسمهن واجمعهن كل ما هنالك اجي ارسمهن واجمعهن. زين نجي هنا نجي هنا عيني حبايب الكونستانت هو بوينت 1 قلنا شنو 20 20 20 لوج البوينت 1 لوج البوينت 1 قد اللوج العشري هو سالب 1 ف 20 20 لوج سالب 1 فراح يصير عندك سالب 20 يعني لانه 20 في سالب 1 لوج لوج 1 سالب 1 لوج البوينت 1 سالب 1 فصار عندك شنو عندي سالب 20 فاروح للسالب 20 ارسم خط افقي منقط اذا شوفوا هذا اللي امامكم مثل خلينا نقول السايان طبعاً هذا الخط الأفق المنقط بالسالب 20 أرسمه. الفيز مالته ايش قد؟ صفر. الكونستانت الفيز مالته صفر. أروح بالصفر أرسم شنو خط منقط. واضح عيني؟ زين. هالدور شاكو ايش عندي عيني؟ ايش عندي يعني؟ عندي 2 بولز و0. فأول بول ايش قد عيني؟ بالعشرة. عندي ريال بول بالعشرة. أروح للعشرة. قلنا يا بالريال بول شو أسوي؟ راح ينزل لي ايش قد؟ ينزل لي عيني بميلان 20 برديكيت فاروح بالصفر ارسم خط نقاط اوصل للعشرة هاي 10 اس 1 يعني 10 فمن انا شنو ارسم خط منقط ينزل لي ايش قد 20 برديكيت 20 برديكيت هذا 20 برديكيت واضح عيني زين هالدور عندي بول بال100 بول هم بال100 فهم كذلك ارسم خط منقط اروح لل100 هاي ال100 هم ارسم شنو خط ده ينزل ميلان 20 بير ديكيد من ال100 زين وعندي 0 بال1 انا اروح ال10 الصفر هاي وياها 1 فارسم خط منقط عيني بال1 شنو ارسم خط يرتفع للاعلى بزاويه ميلان ايش قد 20 زاويه ميلان ايش قد 20 للاعلى زين فهسه شو اسوي اجمع فقط اجمع فقط اجمع يعني هنا انا السيابة هنا أنا شنو هنا كلنا ذن صفارة ما عدا شنو عندي الخط المنقط مات الكونستانت فايش قد كان ينزل سالب 20 فهذا المجموع مات شنو ينزل بهذا هذا الخط الوردي هو المحصل
السمر عدي السمر عدي خط افقي بالسالب 20 هذا راسه لهنا هذا راسه لهنا اجى عدي الزيرو سوى رفعني شنو بموجب 20 فرديكيت للاعلى فارتفع شنو موجب 20 فرديكيت للاعلى اوصل لهنا منه جاني البول ابو شقد ابو العشرة فنزلني شنو نزلني ب 20 فرديكيت فانا شنو كنت ارتفع بس هذا يرفع ب 20 وهذا ينزل ب 20 فواحد يلغي الثاني فيصير عندي خط افقي فانا ايش سوي وصلت للنقطه جاني عندي هذا البول فصار عندي شنو خط افقي خط افقي خط افقي لوين لهنا أنا. لهنا ايش عندي عندي بعد 1% هم اجى نزل هم اجى نزل شنو نزلني ب 20 وبذلك شنو هسه انا عندي بهاي النقطه عندي واحد دي صعد ب 20 وعندي اثنين دي نزل ب 20 هذا دي نزل ب 20 وهذا دي نزل ب 20 فصار عندي نزول ايش قد 40 وصعود 20 فالفرق عند النزول 20 ولذلك منا راح انزل ب 20 وانزل ب 20 فيصير عندي المحصله انه هذا الخط افقي هنا راح يصعد ب 20 ميلان يصير افقي هذا ينزل ب 20 ميلان هذه النتيجه مالت منو مالت الماجنيتيود بلوت للداله ككل زين نجي للفيز نجي للفيز بلوت هم خطوه خطوتين بالنسبه للكونستانت الفيز ما تشقط صفر فارسم ارسم خط افقي بالصفر واضح عيني بالنسبه للبول بالنسبه للبول اللي هو بالعشره وين هالعشره هاي العشره 10 اس 1 10 هذا 10 فهذا البول عيني شو يسوي لي فقلنا ينزل شقد ب 90 بس شنو ارسم خط عمودي وهمي هنا انا اجي لهنا فهاي العشره هاي العشره قبلها ب 45 ينزل وراها 45 ينزل فقبلها بديكيت قبل 10 بديكيت ها يعني هو خلينا نقول بالواحد من الواحد فمن الواحد ينزل جيد 45 وروح لل100 ايش قد ينزل باعتبار ال100 هي ديكيت ورا ال10 10 وراها 100 فنزل ب 45 فصار النزول كله 90 فهذا النزول يعني من الصفر نزل من انا من الواحد لل100 نزل عندي ايش قد للسالب 90 هو الدور بقى افقي هذا منه هذا البول ابو ال10 زين البول ابو ال100 ايش يساوي هذا هنا انا ابو ال100 هم شو يسوي هم قبلها بديكيت تنزل 45 وراها بديكيت 45 فقبل ال100 بديكيت يعني بالعشره هذا 10 نزل ايش قد 45 وراها ايش قد ورا ال100 الف الديكيت ف10 اس 3 فنزل 45 واستمر شنو افقي فصار عندك هم سالب 90 واضح عيني فس هاي صارت داله مات منو مات البول الاول هذا البول الثاني هذول عندك الزيرو طبعا الكونستانت قلنا صفر الزيرو عيني وين بالواحد اروح للواحد وانا هذا 10 صفر هذا الواحد هذا الواحد قبله بديكيد اللي هو خلينا نقول بوينت واحد هذا فمن البوينت واحد ارتفع ايش قد 45 وايش قد للعشره اللي هو بعدها بديكيد هم ارتفع 45 فصار الصعود ايش قد صار الصعود 90 فعندي هنا انا ارسم خط افقي مناقض هنا صعد ب 90 وهنا انا صار خط افقي النتيجه شنو اجمع النتيجه شنو اجمع هنا يعني اجي هنا هنا هل اكو شيء كلهم صفاره فيبقى عندي خط صفر اجي من عندي الزيرو ارتفع ايش قد ده ارتفع خلينا نقول ب 45 برديكيت ارتفع 45 برديكيت لهنا انا اوقف اجي من عندي هذا البول نزل ب 45 برديكيت فهذا قاعد يصعد ب 45 هذا ينزل ب 45 فصار عندي افقي واحد داخل الثاني مشيت لهنا اجتني بعد نزول ب 45 واضح عيني بعد نزول ب 45 وهذا ايش بي راح الصعود مات صار صفر وبهاي النقطه صار عندي نزولين هاي 45 وهاي 45 فصار عندي نزول 90 بير ديكيد فصار عندي هذا النزول الحاد شوفوا لهنا انا وصلت لهنا وصلت باعتبار هذا النزول وهذا النزول 90 لهنا انا خلاص عدي منه خلاص عدي هذا فوقفت بقى عدي منه بس هذا ده ينزل 45 فرجع ده شوفوا شويه صار خلينا نقول الميلان اقل فصار عندي بس ميلان 45 هذا ميلان ايش قد 90 برديكيت هذا ميلان ايش قد 45 برديكيت فرجع 45 برديكيت وصل لهنا البقيه شنو كلهم تعدلن صارن كونستانت فيبقى شنو كونستانت خط افقي فصار عندنا خط افقي كونستانت زين نجي الموضوع اخر طبعا هو من صلب الموضوع هذا ماشي بس خلينا نقول تعريف من تعريف المهمه اكو فالتعريف صح له جين مارجن وفيز مارجن جين مارجن وفيز مارجن شنو الجين مارجن والفيز مارجن انه انا ايش قد عندي جين
ايش قد عندي جين بحيث شنو خلينا نقول بعيد عن الانستابيليتي، ايش قد انا عندي جين، ايش قد انا عندي جين على مود انا اكون بعيد عن عدم الاستقراريه. طبعا واضح انه انا ايش قد عندي هذا الرقم كبير، فانا شنو نقول بالسيف سايد، واضح يعني. كذلك الفيز، انا ايش قد عندي فيز انجل بحيث انا بعيد عن الاستقراريه، يعني انا ايش قد مسافه عندي بالسيف سايد بعيد عن عدم الاستقراريه. فبني دائما كرايتيريا ينحسبن اثناء التصميم. اذا تصمم خلينا نقول صممت لك كنترولر كذا، فمن توصل مرحله انه تحسب الفيز مارجن والجين مارجن على مود تشيك انه انت ايش قد خلينا نقول مستقر، ايش قد بعيد عن عدم الاستقراريه. ودائما خلينا نقول يطلبوهن بالاسئله امتحانات او خلينا نقول بالكتاب. زين شلون نحسبهن، شلون نحسبهن؟ هذا مثال امامكم، هذا مثال امامكم. مطلوب من عندك حساب الجين مارجن والفيز مارجن. زين طبعا هذا المثال مرسوم بالماتلاب، بالنسبه لك انت راح ترسم خطوط، يعني خلينا نقول هذا الخط اللي تشوفه شويه مائل، ترى راح يصير عندك خط خلينا نقول هنا بزاويه حاده، وهنا شنو ينزل بزاويه حاده، وهذا شنو خلينا نقول كان يستمر عندك بالصفر، هالدور ينزل من 90 الى كذا ال 270، هالدور شنو يصير. فعندك خطوط مستقيمه. أنا ما عندي إشكال إن كانت خطوط مستقيمة أو خطوط خلينا نقول مائلة مثل أمامكم. أنت أهم نقطة إيش تروح تسوي؟ إذا يريد من عدة بتحسب الفيز مارجن، تروح للماجنيتيود، هذا الماجنيتيود بلوت وهذا شنو هذا الفيز بلوت. تروح للماجنيتيود بلوت تشوفه وين يضرب خط الأفقي بالصفر، هذا اللي يشوف الخط ضرب وين هذا الصفر، هنا أنا التقى به. فأنت شو تسوي؟ تقيم خط وهمي خلينا نقول، او خلينا نقول نقاط عموديه، الان تروح تقاطع لي الفيز مارجن مع السالب 180، انتبه مع السالب 180، مع السالب 180، وتحسب لي هاي المسافه. تشوفون هذا الخط الاسود العمودي، تحسب لي هاي المسافه، شوفها ايش قد بالدرجات، طبعا هاي بالدقري هنا، والله عيني هنا الماتلاب حاسب لك اياها، الاقيها 21.4 دقري، هاي المسافه كلها عيني 21.4 دقري، 21.4 دقري الفيز مارجن. طبعا سي واحد يقول انا يعني قد بالامتحان انا يجيني سؤال او مو اكون دقيق، عندي مسطره، المسطره ما تطلع لي هيك شيء، بحيث هاي المسافه من هنا شقد هي تقريبا 45. زين انا هاي تقريبا نصفها، واضح يعني شلون اطلع نص ال 45 او اقل من نصفها، هيك دقه ما اقدر. يعني عادي انه اهم شيء انت شنو خلينا نقول يعني اذا طلع السهل 21.4، اذا طلعت 22، اذا طلعت 20 مقارب حسب هذا البلوت، فعادي ما اكو اشكال خلينا نقول الدقه هيك مو كلش مضبوطه، خلينا نقول لدرجه انه خلينا نقول مرتبه ورا الفارز، عادي ما اكو اشكال. على كل بس عرفنا شلون نحسب الفيز مارجن، انه نجي للماجنتيود وين يتقاطع مع الصفر، نقيم عمود ونروح نحسب الفرق بين هذا وبين ال 180. عيني شوفوا لاحظوا بهذا يعني انه هذا قبل ال 180 حسبنا الفرق، شوفوا قبل ال 180 حسبنا الفرق. طبعا هسه لما نتقدم اوضح لكم شنو قبل ال 180. زين نريد نحسب الجين مارجن، الجين مارجن شنو يقول لك؟ انت تروح من الفيز تشوف وين يتقاطع مع السالب 180، هذا الفيز هذا الخط يتقاطع مع السالب 180 بهالنقطه، ترسم عمود تروح تقاطع لي بين الصفر وبين هذا، تحسب لي هذا الخط العمود ده، شوف ايش قد الفرق، هذا هو الفيز الجين مارجن. هنا طلع طبعا بالماتلاب 6.02، هاي المسافه ده، شوف هاي المسافه الصغيره، طبعا هنا وحداته بالدي بي، هنا وحداته بالدجري، هذا يعني. ولذلك الجين مارجن هذا السؤال ايش قد يطلع، طبعا هذا تقيسه بالمسطره يطلع 6 دي بي تقريبا، والفيز مارجن ايش قد 21.4 دجري. وبذلك انت هذا النظام تقدر تقول عليه مستقر، وانت بعيد عن عدم الاستقراريه بالماجنتيود ايش قد 6 دي بي، وبالفيز ايش قد 21.4 دقري. زين خلينا نوضح انه شنو الفرق بين النظام المستقر والنظام الغير مستقر. هسه هذا عندكم عيني هنا امامكم ماجنتيود بلوت وفيز بلوت، هذا ماجنتيود وفيز بلوت. بالنسبه هذا النظام المستقر اللي هو مثل هذا اللي شفناه امامكم، نظام مستقر، وهذا نظام غير مستقر. شنو فرق النظام المستقر عن النظام الغير مستقر؟ تشوفون عيني هنا الفيز كان شنو مقداره؟ جوه ال 180، سالب 180 العفو، والله عيني هنا شنو الفيز؟ شوفون جوه سالب 180، هذا يصحوا له بوزيتيف فيز مارجن، طبعا صحيح هو هنا بالنيجاتيف،
بس هو شنو بما انه اقل من سالب 108 يصعد لبوزيتيف فيز مارجن. وضعين يصعد لبوزيتيف فيز مارجن. في حين هذا النظام مستقر اللي هو هذا امامكم هذا وهذا مستقر. النظام الغير مستقر لا راح يصير عندكم شنو فوق السالب 180 دي شوفوا عيني راح يصير عندكم هذا الفيز مارجن. هذا 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 الخط يقطع الصفر قبنا عمود طلعت عندي هاي المسافه هذا فيز مارجن. هذا شنو فوق السالب 180 هذا يصير نيجاتيف فيز مارجن. واضح يعني نيجاتيف فيز مارجن. وبذلك هذا النظام غير مستقر. يعني اذا جاك نظام وبهالشكل فانت تحسبه وتقول لي يابا هذا نيجاتيف فيز مارجن وهذا النظام هل قد بعيد عن الاستقراريه ماشي هل قد ما مستقر. واضح بالنسبه للجين هم كذلك. هذا اللي هنا بالجزء اليسار اللي هو مستقر اللي هو مثل هذا انه اني وين هذا وين يلتقي بال 180 صعدت الاعلى فصار عندي هذا الجين مارجن. طبعا تقدر تشوفوا انتم هنا بالاسفل هنا بالسالب بس هو يصحوا له بوزيتيف هذا الشكل يصحوا له بوزيتيف جين مارجن من النظام المستقر. في حين النظام الغير مستقر لا هنا تشوفوا هذا هنا يلتقي قد بالسالب 180 اصعده راح يصير عندك هذا تشوفون صحيح هنا بالموجب بس يصحوا له نيجاتيف جين مارجن. فاذا صار عندك نظام بهذا الشكل عيني فهذا تقول لي النظام غير مستقر تحسب لي اذا ايش قد قيم هنا هاي القيمه وهاي القيمه وتقول لي يابا هل قد نيجاتيف فيز مارجن وهل قد شنو نيجاتيف جين مارجن. في حين اذا كان عندك نظام بهالشكل تحسب لي وتقول لي يابا هل قد هذا بوزيتيف فيز مارجن وهل قد شنو بوزيتيف فيز مارجن وهل قد شنو بوزيتيف جين مارجن. واضح عيني الفيز مارجن والجين مارجن. وهذا مثال اخر هذا مثال اخر واقعي انه تشوفون امامكم هذا الخط الازرق هو الماجنتيود بلوت وهذا شنو الخط الازرق اللي هو الفيز بلوت. فوين التقى ال خلينا نقول الفيز بلوت مع ال 180 اللي هي سالب 180 هنا فقمت عمود فطلع عندي هذه القيمه تشوفون الخط الاحمر. واضح عيني هذا نظام غير مستقر. واضح عيني لانه هذا شوفوا فوق الصفر فهذا شنو نيجاتيف جين مارجن سالب 20 ان ستيبل. وهذا وين يلتقي مع الصفر؟ التقى هنا انا اقيم عمود واروح احسب ايش قد فرقه عن 180 تشوفوا فوق السالب 180 طلع تقريبا سالب 9. واضح يعني فاقول يابا هذا النظام غير مستقر وهذا نيجاتيف شنو؟ جين نيجاتيف فيز مارجن. طبعا هذا الفريكونسي تشوفوا عيني هذا هنا طبعا هذا وين 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 التقى بالصفر هنا فهناكو قيمه رقم فريكونسي تشوفون عيني هنا مثلا هسه هذا التقى ويا من ويا الصفر هنا فهسه هنا ايش قد اكو فريكونسي هنا فريكونسي. واضح عيني هذا هم كذلك بالنسبه له وين التقى بسالب 180 هنا وهنا طلعنا الجين مارجن يصح هذا الكت اوف فريكونسي. واضح عيني فيز مارجن كت اوف فريكونسي او والجين مارجن كت اوف فريكونسي. واضح عيني هذا يصح له الفيز مارجن كت اوف فريكونسي وهذا يصح له الجين مارجن كت اوف فريكونسي. وسمعته راح نشوفه هم نوضح زين. مثال اخر هذا المثال هم امامكم هذا المثال امامكم. اذا كانت عندي داله بهالشكل ومطلوب من عندي شنو مطلوب من عندي انه ارسم البودي دياجرام فانا قلنا على مود نسهل العمليه نرسم نكتب الداله بهذا الشكل. فصار عندي شنو فت كونستانت هنا وهنا شنو زيرو بالعشره وهنا بول بالصفر وبول بالثلاثه فصار عندي هاي نهايه ذني الاليمنت مالت الترانسفير فانكشن امامكم كونستانت وبول بالثلاثه وبول بالصفر وزيرو عنده الاس 10. زين نجي نرسم عيني نجي نرسم شلون ترسمهم كذلك هم خطوه خطوه. نجي للكونستانت 33 طبعا عندنا 33 ناخذ لها 20 لوج 33 تطلع 30 دي بي فاروح ارسم خط افقي بال 30 دي بي مثل ما تشوفون امامكم والفيز ما تشقد بالصفر. كذلك بالنسبه عندي بول ات اوريجن يعني هو اس يساوي صفر فاروح ارسم شنو عيني بالصفر بالواحد عيني ارسم شنو خط يميل بميلان سالب 20 بر ديكيد
وكذلك اروح اسوي شنو، اسوي الفيز مارجن مالته. هنا انا قلنا شنو، قبل بديكيت ينزل 45 ورا بديكيت ينزل 45، وارسم خط افقي زين. بالنسبه للبول الاخر عندنا بالثلاثه، فانا شنو اروح ارسم خط افقي وبالثلاثه شنو عندي، هاي الثلاثه اللي امامكم هم ينزل عندي شنو، عندي بزاويه سالب 20 للاسفل. كذلك هنا انا ارسم ارسم الزاويه، خلينا نقول طبعا العفو ذاك شنو عندي، عندي بول للاسفل. بس خل اشوف عندي شنو اليوم اسئله في الطاله، الظاهر اكو سؤال زين. عيني مثل ما وضحنا، عندنا فور اليمنت. اول شيء عندنا بول ات اوريجين، وعندنا كونستانت، وعندنا بول بالسالب 3، وعندنا زيرو وين بالعشرة، عندنا زيرو بالعشرة. فبالكونستانت شنو عندنا، نروح نرسم خط افقي بالثلاثين دي بي، والزاويه ما تجد في الصفر زين. البول ات اوريجين، البول ات اوريجين قلنا نرسم شنو، هنا من الواحد نرسم خط مايل جد ب 20، والزاويه مالته شنو، سالب 90، سالب 90 واضح يعني سالب 90 زين. والبول بالسالب 3، البول بالسالب 3 العفو بالثلاثه، فانت تجي هنا على 3 1 2 3 فترسم هنا خط منقط، وهنا بالثلاثه ينزل جد ب 20. طبعا هنا هم تنزل جوا جد، قبل بديكيد ينزل ب 45 ورا بديكيد ينزل ب 45، صار ينزل ب 90. وعند زيرو بالعشره تروح لل 10 10 هنا تجي تمشي خط افقي هالدور بالعشرة يرتفع ب 20، يرتفع ب 20 زين. وش قد خلينا نقول الفيز مالته، تجي لهنا هم ترسم خط عمودي، تجي لهنا قبل 45 يرتفع، وبعد بديكيد هم 45 يرتفع، فالارتفاع مالته ب 90 فيصير عندك هذا. وبعد شنو بس تجمعها، يعني تجمع هذا الخط ويا هذا الخط ويا هذا الخط، فراح يصير عندك هذا الخط النازل امامكم، لانه هاي الكميه زائد هاي الكميه راح تطلع عندك فوق. طبعا هنا كنت رسماتنا كبر، الدور وصل لهنا عيني، فصار عندك شنو، هذا كان نازل دا ينزل ب 20، وهذا هم دا ينزل ب 20 فصار ينزل ب 40، فوصل لهنا فعندك اثنين ينزلون ب 20 وواحد دا يصعد ب 20، فراح يصير عندك بس نزول ب 20، فيبقى عندك نزول ب 20 واضح يعني. هنا انا هم تجمع لي اياهم ذني عيني، ذني هنا كلهن صفر صفر، وهذا سالب 90 فيمشي بالسالب 90، يوصل لهنا ينزل ب 45 بير ديكيت، نزل ب 45 بير ديكيت، وصل لهنا الدور الجاي هذا صعود ب 45، فهذا نزول ب 45 وصعود ب 45 صار افقي. الان وصل لهنا، لما وصل لهنا خلص النزول فبقى بس الصعود، فصعد واضح يعني، وصل لهنا حتى الصعود توقف وصار خط خط افقي. هذا هم مثال اخر عيني، هذا مثال اخر اللي تشوفوه امامكم، يطلب رسم بود بلوت. فقلنا هم نعيد كتابته بهذا الشكل، فصار عندك كونستانت هنا وهنا شنو، زيرو واحد بالصفر، وعندنا شنو اثنين بول، اثنين بول بالواحد، وعندنا بول وين بالعشره. فهم كذلك تجي عين ترسم هنا تجي تقول، قول يابا انا عندي كونستانت، طلع الرقم مالته بال 20، فتروح لل 20 ترسم خط شنو افقي، وصفر طبعا قيمه الفيز مالته صفر زين. وتقول يابا انا عندي بول، اوكي يعني بول بالعشره، تروح يعني للعشره هذا يشوفون تستمر، وبالعشره تنزل عندك بول، عندك بول بالعشرة زين، عندك دبل بول شنو بالواحد، بالواحد شنو دبل بول، قلنا دبل بول شنو ينزل ب 40، فهذا الواحد يعني تنزل هنا، تجي هنا الواحد وتنزل ايش قد ب 40، شوف ميلانا يختلف عن هذا، فينزل ب 40. وعندي زيرو ات اوريجين، فتروح هنا الواحد، من الواحد ترزم لي شنو خط بيرتفع شنو ب 20 بير ديكيت للاعلام، واضح يعني. وهدور تجمعها ذني الخطوط كلها تجمعها ويطلع عندك هذا الكيرف اللي امامك، واضح يعني مثل ذني ما وضحناهن.
بالخطوه السابقه. وكذلك بالنسبه للفيز بلوت هم ماتني اللي تشوفوا هذا امامكم همات عندك شنو عندك كونستانت الفيز مات الصفر واضح يعني وعندك بول بالعشرة فانت العشرة هاي العشرة يعني واضح يعني قلنا قبلها بديكيد وراها بديكيد قبلها ينزل 45 وراها ينزل 45 فالنزول مات 90 فصار 90 وهدور يعني هدور دبل بول بالواحد وين الواحد هذا الواحد فعندك دبل بول بالواحد هنا فالدبل بول ينزل شقد 180 فيعني قبلها ينزل 90 وراها ينزل 90 والله يعني قبلها بديكيد ينزل شقد 90 وراها 90 180 والزيرو اوريدي ضاف لي هذا 90 امامكم اجمعهم راح اطلع عندي هذا الكيرف اللي خط يقول هذا الوردي امامكم يعني الظاهر اكو مشكله بالاتصال اليوم فهاي المحاضره امامكم عيني اقروها وشوفوها واي سؤال استفسار ان شاء الله هم نرتب ونوضحها اكثر التوفيق عيني.